احطها فين؟ في الاساسي. واعلم على الناس دي، اعلم على الصف ده كله واقول له ديليت. لو لاحظنا ان الصف ده هو مرتبط بالصف ده كويس، فايه اعمل ايه؟ كنترول ايه؟ كنترول زد. لو انا دلت دولت هتدلتوا، لان القيم دي مرتبطه بقيم دي، تمام ماشي، اللي هي ايه هنعمل. طيب انا بعد ما عملت الحكايه ديت مش عايز اظهر البتاع ده، في اوبشن اسمها كولم هايت، ان انا عامل حاجه معينه في البرنامج ومش عايزها تبان لي، يعني انا مش عايز اشوفها، اختفى في حرف، اختفى من الاف والاتش لو واخد بالك، وعمل لي مكانه علامه كده خلاص، يبقى الراجل ده اختفى، يبقى انا بدل ما امسحه ويمسح لي دولت عملت حل تاني ان انا خفيته. كل حاجه وليها حاجه، يعني كل مشكله وليها حل. نيجي بقى نبص بصه تانية، الحوافز قلنا ان هي هتبقى مثلا 10% بوينت واحد، هنعمل يساوي الاول ونقول ان هي بوينت واحد في الخانه اللي قصادها ده، في ده بالحافز عباره عن 10% من الاساسي. ادي الحوافز، الاضافي بيساوي بلس، بيساوي الرقم بلس 50 ده، لا بلس 50 ايه يا عم، بيساوي قصدي 50 لكل الموظفين، كل الموظفين بيشتغلوا مع بعض اوفر تايم، كل الموظفين دول بيشتغلوا فبياخدوا اضافي من الاوفر تايم مثلا. نيجي بقى لحاجة تالتة بقى واخيرة وكويسة قوي، انا عايز استخدم قاعدة اف. ليه؟ الشركة بتاعتي بتقول لي اللي مجموع مرتبه اكتر من 800 جنيه او من 700 جنيه، خليها مثلا اكتر من 800 اسف، اللي مجموع مرتبه اكتر من 800 جنيه اخصم منه 5% الشهر ده، اللي اقل اخصم منه 2%، يبقى اللي مجموع اكتر كده اكتر من 800 يبقى هتخصم منه 5% نتيجة سياسة الشركة، اقل يبقى هتخصم منه 2% بس. فانا محتاج اقول له ايه؟ شرط كويس قوي، لو مجموع الخانات دولت ديت اكبر من 800 اعمل كذا، اقل من 800 اعمل كذا. فنيجي بقى لقاعدة اف، ونيجي الفانكشن اللي احنا استعدناها المرة اللي فاتت، استعراض سريع. احنا لو فتحنا هنا من فورمات، من انسيرت فانكشن، هنلاقي قدامنا فانكشنز كتير قوي، ومن هنا هنلاقي فانكشنز تانية، لو قلنا اول هتلاقي فانكشنز كتير جدا قدامك كويس، كل واحدة من دولت لها وظيفتها، في بتاعة الفاينانشال يعني بتاعة الدوائر المالية، في بتاعة التاريخ، في بتاع الاحصاء، في بتاع الداتابيز، في بتاع التكست، في بتاع اللوجيك، اللوجيك اللي هما مشهورين قوي، اف ونوت واور وترو وفولس واند، تمام. هنسيبنا من دول كلهم ونقول لهم الموست اللي هما بيستخدموا على طول عندي في الجهاز. لو بصينا هنلاقي منهم واحدة اسمها اف، فلو علمنا على اف وضغطنا اوكي هنقول له الشرط بتاعنا، وبعدين لو الشرط ده اتحقق اعمل كذا، لو الشرط ما اتحققش اعمل كذا. يعني انا بقول له اف، لو الحاجة لو لقيت المجموع بتاع الخانات ديت اكبر من 800 اعمل كذا، طيب لو لقيته مش اكبر من 800 يعني الشرط ما اتحققش اعمل كذا بقى خلاص. يبقى انا هقول له لو لقيت، اعلم كده اهو على الخانات ده، لا ده كده انا ما بعلم بقى، كده انا بشتغل غلط لان انا اديته نطاق، اللي هقول له لو لقيت لو كان ده زائد ده زائد ده كويس يساوي اكبر من، سيبك من يساوي، اكبر من، وراح فين؟ ده اقل، ده اكبر.
لو الرقم ده اكبر من 800 كويس، خلي لي الرقم ده اهو كنترول سي تمام، يجرى له عملية معينة. بس لو لاحظت انك هنا ما خدتش بالك من نقطة مهمة قوي، انك ما جمعتش لسه، يعني انت بتقول له كذا زي كذا زي كذا، لازم تحط وانت بتجمع وانت بتطرح الحاجات دي بين اقواس. ليه؟ عشان البرنامج يعرف انك عايز تجمع الاول. طب لو انا كنت حطيتها من غير اقواس كان ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا سيدي ان هو كان هيشوف الاي 3 بس هي اللي اكبر من 800 ولا لا، كويس. فده طبعا غلطة فادحة ناس كتير جدا بتغلط فيها، فلازم تخلي بالك من الحكاية دي. كويس، في الحالة دي بقول له، هقول له اعمل ايه بقى؟ حط بس قوسين هقول له اضرب الموضوع ده اهو في 95%، لقيت انت الراجل مجموع اكبر من 800 كويس، اضرب بوينت 59. طيب لقيته محققش الشرط ده، يعني لقيته اقل من 800، هقول له اضرب، يعني انا عايز اخصم 5%، فعشان اخصم 5% يبقى انا هضرب في 95، اضرب في بوينت 98، يبقى انا اقسم من الراجل اللي فوق 800 كذا. من لو خدت بالك فاليو از ترو فاليو از فولس، يعني لو الشرط اتحقق لو الشرط ايه ما اتحققش كويس تمام. اقول له ايه؟ اوكي، عمل ايه العمليه دي؟ طيب نيجي بقى نطبق الشرط ده على كل الرجاله. هنلاقي الرجالة حصل لهم زي ما احنا شايفين كويس. عشان اربط النتائج مع بعض بحيث ان انا ما لخبطش مرتبات الموظفين على بعضها، رحت فين؟ هم عاملين ايه من داتا فلتر هيفلتر لي النتائج ديت ويربط لي نتائج الموظفين ببعض. فلو قلت له بعد ما عملت الفلتر عن طريق المرتبين رتب لي الموظفين دولت اسندنج او ديسندنج من هنا اهي، ممكن اقوم جاي من هنا من داتا من سورت اقول له كونتينيو على حسب الكولم ده اهو، رتبه لي ايه ديسندنج تنازلي يعني من الكبير للصغير. انا غلطت غلطة كنترول زد شدات ليه؟ يمكن مني عامل لها دول؟ لا، ما المفروض تبقى عادي. المهم يعني مش عارف انا غلطان في ايه او مخالف في قواعد البرنامج في ايه، مش راضي يرتب. المهم فعملنا قاعدة اف بالشكل ده، وقدرنا نوصل زي ما حضرتك شايف للحاجة الرهيبة دي. هنيجي بعد كده بقى نعمله كونديشنال فورماتيك زي ما احنا عارفين، هنشوف اللي مرتبهم فوق اللي بقى اللي هيقبضوه في ايدهم فوق ال700 وتحت ال700 مثلا، بعد كل الخصومات والحوافز والبتاع ده، من فورمات كونديشنال فورماتنج. لو هو 700 جنيه بيساوي 700 جنيه او اكتر، والراجل ده حالته مرتاح. لو هو اقل من 700 جنيه قول للراجل ده في خطر.
احنا بشكل واحد عن طريق الالوان كمان والاشكال وكل حاجه قدرنا نعرف الحاجات دي كلها، واستعرضنا الكونديشنال فورماتنج. استعرضنا النهارده شويه حاجات مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. عايزين بقى نستعرض شويه حاجات تانية برضو بعد ما عملنا الكونديشنال فورماتنج ده، هنلغيه علشان يبقى الخلايا قدامنا واضحه. في حاجه مهمه كنا اشرنا اليها اشاره سريعه، هي الفورمات سيل من فورمات سيلز. هلاقي ان هو بيقول لي اول حاجه الرقم اللي موجود ده نوعه ايه، فاقول له مثلا ان هو كرنسي، ان هي عمله. العمله ممكن اختار الرمز بتاعها، طبعا انا اختار رمز ايه، الجنيه المصري. هلاقي كل العملات هنا، كويس اخترت الجنيه المصري. هيقول لي ممكن العمله تبقى بالسالب، اه لو كانت بالسالب الونها لك احمر، ولا احط لك قصاد علامه سالب، ولا احط لك قصاد علامه سالب ولونها لك احمر. يبقى بيديني خيار اختيارات اعمل ديسيمال بليسز قد ايه، يعني اعمل علامات بعد العلامه العشريه كام خان، 3 4 5. ممكن اقول له هنا هو عامل 3، كويس تمام. انا هقول له كفايه 2 لان احنا شغالين بالقروش بس، كويس تمام. لو ضغطت اوكي هلاقي الراجل ده اتحول لان انا بقول ايه 9000 وكذا وكام قرش لو هو عنده قروش، كويس تمام. لو فتحنا من فورمات سيلز الاينمنت، هنلاقي من الاينمنت انا ممكن اعمل تغيير جذري في وضعيه الكلام اللي موجود هنا. مثلا هنقوم جايبين على اسامي الموظفين، ونقوم جايين كده اهو، ونقوم عاملين الرجاله دي كلها كده، كويس. واجي اقول له فورمات سيل انا عايز العب في الالاينمنت بتاعهم، اجيبهم على المايل، اقول له اوكي. يبقى انا دلوقتي ايه عملت الايه، غيرت في وضعيه الكلام بالشكل اللي انت عايزه. واحد يقول لي ممكن اوقفهم تخلي الزاويه 90، كويس. واحد يقول لي طب ممكن، يعني لو انت بعض الكشوفات بتبقى مطبوعه بالشكل ده، طيب ممكن العب في اي درجه من درجات الزاويه، اه بتدخل الزاويه اللي انت عايزها. دي زاويه 90 عايز ارجعهم انا، اخليهم ايه، اخليها ايه صفر، كويس. يبقى كده رجعهم زي ايه مكان، كويس جدا. من فورمات سيلز واحد يقول لي ولنفرض مثلا ان انا كبرت الخليه دي قوي لسبب من الاسباب، هلاقي الكلمه مكتوبه تحت والايه، يعني المسافه كبيره قوي ما بين الحته الفاضيه وايه، ليه سايب الحته دي كلها فاضيه؟ هي في الوسط من الناحيه دي، يعني من ناحيه العمود هي في الوسط، انما مش في وسط الصف، ليه؟ هقول له من قائمه فورمات سيلز، هقول له الفيرتيكال ظبطها على السنتر، هوريزونتال يعني خليها في وسط الكلام بالنسبه للصف، فيرتيكال يعني ايه؟ يبقى هو عنده سبب مخليه مكبر الخليه، وانا بقول له ان انت ممكن تحسن شكلها بانك تخليها في الوسط بالظبط. من فورمات سيلز هيجي بقى الفونت، ممكن اغير فيه، ممكن اعمل له مؤثرات، كويس، معينه حسب ما الحاجه اللي انا شغال فيها، ممكن اختار نوع الفونت تمام. البوردر ممكن اعمل له بوردر معين، ان انا عايز اعمل للرجاله ديت اوت لاين من بره، بس الاوت لاين ده يكون تخين او منقط، خليه مثلا منقط كده اهوت، مش منقط يعني داش شروط شرط يعني، وخليه احمر تمام. اوكي مش باين الاحمر مش مخليهم باينين. هقول لك انا على حاجه، اعلم تاني فورمات، انا عايز الـ مش لون الخليه هو اللي يبقى احمر، لا ده انا عايز لون الايه، لون العلامه اللي هي لون البوردر، لون الحد نفسه. فمن قائمه اوتوماتيك اعمله احمر. ظهر ليه؟ وعامله اسود. ايوه كده كده هذا.
برضه يمكن ما بينهم وبين الأحمر عداء ولا حاجة. أيوة كده بقى أزرق أهو، لون الأزرق أهو، بس محتاجين نخلي الأزرق تخين شوية. لو عايزين نعمل طبق الحكاية ديت على كل الخلايا، هنعلم على كل الخلايا ونفورمات سيلز، وهنيجي من هنا نقول له خليها الأحمر بقى اللي عندي فيك، وهقول له اعمل لي حوالين الاوت لاين، واعمل لي كمان جواه انسايد، تمام؟ يبقى يخلي كل الحاجات اللي قدام احمر فحم. ورحمة الله وبركاته. طبعا الكهرباء قطعت وانا بسجل في الحلقة، فبس كنت عاوز اكمل، بس استأنف في بقية النقط اللي كنا اتكلمنا فيها في الاكسل. طبعا الملف اللي احنا عملناه ده اغلبه طار، بس انا كنت مسايف منه جزء. بيقول لي دوكيومنت ريكفر، لو انت عايز تعمل له ريكفري. هو كان بيسيف طول ما انت ماشي، فده مثلا ريكفري ب 8 وده ب 38، انا هجيب بتاعه 38، فعمل لي ريكفري، رجع لي جزء اهو من الايه، من الشغل اللي انا كنت شغال عليه. كويس، دي اخر مره وصيف فيها البرنامج. لو خدنا بالنا من قائمه تولز اوبشنز، بيجي هنا سيف، فبيقول لي اعمل اوتو ريكفر انفو افري، يعني ممكن اسيف اعمل الريكفر ده كل قد ايه. فانا ممكن اقلل القيمه ده، خليها كل 5 او كل 3 او كل دقيقه حتى، تمام؟ فده طبعا بي ايه بيساعدني على المدى، على المدى البعيد. كويس، كل بس اللي انا كنت عايز اقوله، الحاجات اللي احنا استعرضناها في الحلقه ديت هي الكهرباء ده الكهرباء الحاجات اللي احنا استعرضناها في نكمل اللي احنا كنا بنقوله. كنت عايز بس استعرض زي ما كنت بقول الحاجات بتاعت الحاجات اللي احنا قلناها النهارده. احنا قلنا الفلتر والسورت وامبورت ليست، ازاي نعمل امبورت ليست اللي هي من اوبشنز، واف استخدام كويس اوي الاف، والكونديشنال فورماتنج، وازاي اعمل فورمات سيل والحاجات اللي موجوده فيه، وازاي اعمل الاينمنت وبوردرز وباترن في الايه، في الفورمات سيل باترن اللي هي الالوان او الاشكال، والفولدر والبوردر الحدود، والالاينمنت اللي هي المحاذاه، اخليه يمين وشمال ودنيا عامله ازاي. كويس، طبعا كنا قلنا ايه قبل ما تحصل المقاطعة اللي حصلت ديت، ممكن نعمل الاوتو ريكفر كل دقيقة مثلا، او كل 5 دقايق، او كل 10 دقايق، على حسب كل واحد عادي يعني، تمام؟ بس قلنا ان انت بعد كده اول ما بتفتح البرنامج بيجي لك دوكيومنت ريكفري، عايز تعمل ريكفري ولا لا، تمام؟ ده بيقول لك ان انت عايز ده ريكفر ده، فانت مثلا ممكن بعد ما تعمل ريكفر تقول له طب سيفه، تمام؟ سيف، يبقى انت سيفت الريكفر، فده بيحميك بعد كده على المدى البعيد من انك يحصل لك مشكله. يلا يعني ايه، رب ضاره نافعه، اهو قلنا معلومه في الوسط بالمره. في طبعا حاجه مهمه، ان انا من قائمه تولز ممكن اجيب اوبشنز، ممكن اعمل باسورد، و باسورد للاكسل ده لما يجي يتفتح اجي انا اقول له ايه، لا ده انت ممكن تعمل كذا. هلاقي في نوعين من الباسورد، الاقي يعني الاكسل يقول له ده محفوظ بباسورد، هلاقي في نوعين من الباسورد، باسورد تو اوبن وباسورد تو موديفاي. في باسورد عشان مجرد فتح الاكسل، كويس، يعني علشان بس واحد يفتح الملف ده اهو محتاج باسورد، تمام؟ طيب في باسورد تاني تو موديفاي، ممكن يفتحه بس ما يعرفش يعدل فيه، يعني هو دول نوعين من الباسورد. باسورد الاولاني علشان يفتحه اساسا امنعه من انه يفتحه، الباسورد التاني امنعه من انه يلعب فيه. كويس، تمام، دول النوعين بتوع الباسورد، تمام. هنجرب احنا مثلا بتاع ده اهو، بتاع الايه بتو موديفاي، هيقول لي دخل الباسورد تاني عشان اتاكد، اقول له سيفه، سيف كده، اقفل انا، افتح، اهو كنسل، يجي يقول لي انت مسموح لك دلوقتي تعمل ريد اونلي، يعني تتفرج على البرنامج بس، تتفرج على الاكسل ده بس، بس مش مفتوح، مش مسموح لك ايه تعدل فيه، يبقى انا هعمل له ريد اونلي. طب فرضنا انا جيت اعدل فيه، كتبت الفا
عايز اعدل بقى سيف، يجي يقول لي ايه؟ لا ده انت مش مسموح لك تعدل. خلاص تمام، يبقى انا حميت الداتا بتاعتي ديت. تمام، طب انا عايز اعدل بقى، اقفل ده نو وافتح، اقول له لا ده انا عارف الباسورد فعايزك تفتحه لي عادي. خلاص يبقى احنا كده عرفنا موضوع النوعين بتوع الباسورد، وازاي نعمل باسورد من قائمة تولز بندخل باسورد اما تو اوبن او تو موديفاي، اللي هي في ايه، في السكيورتي، اما تو اوبن اما تو موديفاي. ممكن اجي من هنا واريح دماغي واقوم شايل الباسورد خالص واقول له اوكي. خلاص كويس اوي كده بقى، من غير باسورد كده ما بقاش محمي. في حاجه اخيره بس عايز انوه ليها بعد ما صعدنا كل الحاجات اللي احنا قلناها ديت في الاكسل وبصينا له نظره اعمق شويه، نلاقي في الاكسل في حاجه مهمه جدا. في سؤال دايما بيطرح، ايه المكان اللي انا اقدر عن طريقه اجيب كل الداتا، كل الاوبشنز اللي في البرنامج؟ يعني انا عايز حاجه، حته اقدر اضيف منها اي خاصيه موجوده في البرنامج. لو دورت في القوائم هتلاقي في خاص مش موجوده، لو دورت في التولز وفي الفورمات وفي كل القوائم دي هتلاقي في خاص مش موجوده. لو اظهرت كل الشرايط اللي قدامك دي كلها علمت عليها صح واظهرتها هتلاقي في خاص مش موجوده. في حته واحده بس في الاوفيس ككل تظهر منها كل اللي انت عايزه، من كليك يمين كاستومايز، او من هنا من اديت كاستومايز، هما الاتنين واحد، قصدي من فيو. راحت فين؟ من هنا كاستومايز اهي، ماشي كليك يمين كاستومايز اللي هي الكوماندز دي. كوماندز ديت انا بجيب منها كل الاوامر، قائمة فايل فيها كل هذه الاوامر، هتلاقي عندك في قائمة فايل ظاهر بعضها فقط، انما هي فيها كل الاوامر دي. لو جبت قائمة انسرت هتلاقي ان انا عندي حاجات كتير جدا ممكن اعملها انسرت، هتلاقي في قائمة انسرت ظاهر بعضها بس. كويس؟ قائمة فورمات كذلك، هلاقي قالها لي لاقي عدد كبير جدا من التنسيقات. طب واحد يقول لي وانا كل ما احتاجها هجيبها من هنا؟ اقول له لا انت اصلا ما ينفعش تجيبها من هنا، ما انت تعمل ايه؟ الاداه اللي تعجبك، يعني مثلا من قائمه انسيرت انا عجبني البتاع ده اهو، ده مثلا كويس، اقوم عامل فيه ايه؟ اقوم سحبه وضيفه عندي، عجبني ده سحبه وضيفه عندي، اي حاجة تعجبني اسحبها واضيفها عندي. كويس، يبقى ايه؟ يبقى انا دلوقتي استفدت بالايه، بالكوماندز اللي موجودة هنا، اقدر اجيب منها اي حاجة، هايلايت تشينجز مثلا، يبقى انا ضفت الحاجات. طب واحد يقول لي طب عاوز ارجعه عادي، يعني عايز احذف الحاجات اللي انا ضفتها ديت عادي، تقوم جايبها ومراجعها هنا. يبقى ديت السلة اللي فيها كل أوامر البرنامج. برنامج كده كده بيحط لك أكثر الحاجات شيوعا بس مش كل حاجة. كويس؟ إنما أنت هتبقى إيه عندك هنا دلوقتي، كل الحاجات اللي موجودة في البرنامج موجودة في الكوماندز زي ما احنا شايفين، اللي هي من كاستمايز كوماندز. وهنا هتلاقي التول بارز، لو أنت عايز تظهر أي تول بار بتعلم عليه صح وتقول له كلوز او اوكي. وهنا تلاقي بعض الاوبشنز المتعلقه بالبرنامج، الاوبشن اللي احنا متعودين عليه ان تو روز، ان هو يظهر لي كل واحد فيهم في سطر. تمام، وممكن اقول له من هنا اولويز شو فول منيو، لو انا ضغطت على المنيو هنا هلاقي ان المنيو ما بتظهرليش كامله، لازم انا اضغط هنا اهو تحت علشان على السامين اللي كانوا ظاهرين عشان تظهر لي. لا انا ممكن اقول له كاستمايز، اقول له اولويز شو فول منيو، هلاقي اول ما اضغط على المنيو تظهر لي كامله، بحيث ان انا ما اقعدش اضغط واعمل الموضوع ده. ممكن اقول له ريسيت، ريسيت منيو اند تول بار يوسج داتا، ممكن اقول لارج ايركونز، الاقي الايقونات اللي اتكبرت، ناس نظرها ضعيف شويه او حاجه زي كده، ممكن ايه يفيده الامر زي ده، ان هو يبقى قدامه الايه، الاكسل الايقونز اللي فيه متضخمه. تمام، علشان هو بيحتاج الايكونز دي على طول، وفي نفس الوقت نظره ضعيف حبه، او مثلا ايه مش معاه نضارته او حاجه زي كده.
احنا كده استعدنا حاجات كتير قوي. السكيورتي ازاي اضيف من قائمه كوماندز الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، الفورمات سيل، الكونديشنال فورماتنج، اف فانكشن، والامبورت ليست، والفلتر والسورت، الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها. واظن الحلقه كانت حلقه كويسه وحلقه ممتعه وفيها نظره اعمق للاكسل من الحلقه بتاعه اتعلم الاكسل في ساعه ونص. شكرا لكم على حسن السماع، وارجو انتم تسامحوني على النور اللي قطع وعلى صوت اخويا اللي دخل الفيديو وعلى حاجات كتير من اللخبطه اللي حصلت، بس يعني ايه ماليش فيها اي ذنب. شكرا جزيلا، وارجو ان يكون الحلقات صنع لكم كمبيوتر بتعجبكم وتنول رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.